أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نفتح الآن أوراق ملفنا الثاني في عدد اليوم من برنامج نبض العالم لنسلط الضوء على الدعم الدولي المتواصل مع القضية الصحراوية، آخرها ما تجلى خلال أعمال المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي المتواصل بمنطقة أسرد بحضور 85 مشاركا من 36 نقابة عمالية من 18 دولة عبر 4 قارات: الجزائر، موريتانيا، جنوب إفريقيا، تونس، بوتسوانا، نيجيريا، النيجر، مالي، السنغال، بنين، إسبانيا، فرنسا، البرتغال، كوبا، فنزويلا، كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الأمين العام للعمال الصحراويين عضو أمانة جبهة البوليساريو سلام البشير، وعبر الهاتف أمين عام اتحاد الكتاب والإعلاميين الصحراويين محمد أحمد نفغي. مرحبا بكما، وأبدأ معك سلام بشير. إذن المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي حضرته 18 دولة و36 نقابة دولية، كيف ترون هذا سيدي؟ شكرا جزيلا لكم في الإعلام الجزائري وفي الإذاعة الدولية الجزائرية. في الواقع كما ورد قبل قليل في تقريركم أو في تقديمكم لهذا اللقاء، نعم، هو تماما يعني صحيح. المشاركة الدولية في هذا المنتدى الدولي النقابي للتضامن مع الشعب الصحراوي والأول من نوعه في مخيمات العز والكرامة، ولكن قد يكون أيضا الأول من نوعه عالميا. نعم. حقيقة هذا الحضور الدولي من 18 دولة كما أوردتم، من حوالي 36 نقابة، ولكن أيضا قرابة أو تجاوز الرقم 85 نقابيا من كل أقطار العالم. إذا حقيقة هذا الحضور وهذا المنتدى بهذا الشكل وفي هذه اللحظة التاريخية الهامة هو يعكس عدة أشياء. أولا يعكس، نعم، حقيقة حجم التضامن الدولي والقبول الدولي والاعتراف الدولي بشرعية كفاح الشعب الصحراوي بمقاومة العمال والعاملات في الساقية الحمراء ووادي الذهب، ولكن، نعم، أيضا ويعكس في صورة أخرى يعني من جديد، وكان يفتح باب جديد على أن الحركة العمالية النقابية الدولية العمال عبر العالم قدموا من التضحيات أشياء كثيرة من أجل أن يصل العالم بعماله وغير عماله إلى ما هو عليه اليوم. تضحيات العمال كبيرة جدا عبر التاريخ، وبالتالي كأن العمال يستيقظون في هذه اللحظة أو ينتبهون أو يدقون ناقوس خطر بأنه من غير مقبول أن ينعم عمال العالم هنا وهناك بامتيازات وحصائل ونتائج في ميادين الشغل والعمل وساعات العمل وإلى آخره والضمان الاجتماعي، وهناك مجموعة من العمال والعاملات يعانون، يقاومون من أجل الاستقلال، يقاومون من أجل الحرية، يقاومون من أجل الحصول على كرامة كبشر قبل أن يكونوا عمال. إذا حقيقة هذا المنتدى الدولي النقابي العالمي للتضامن مع الشعب الصحراوي والذي أقول ينعقد للمرة الأولى في مخيمات العز والكرامة هو حقيقة صرخة أخرى، هو صوت آخر، هو، نعم، نبذة أخرى، هو إضافة أخرى للتضامن الدولي، للحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي. هو تعزيز ولفت انتباه ليس فقط من الشعب الصحراوي وليس فقط من داعمي كفاح الشعب الصحراوي، بل هو من كل القارات، من 4 قارات، من 18 دولة يأتون في هذا الوقت وفي هذه اللحظة ليؤكدوا وليقولوا بفمنا الآن وبصوت عالي جدا أن حقوق العمال الصحراويين هي جزء من حقوق الحركة العمالية الدولية، ولكن هي جزء أيضا من حق الشعب الصحراوي. إذن في هذا المنتدى أكد، نعم، المتدخلون في هذه الجلسة وفي هذه الأشغال التي تستمر إلى غاية يوم غد إن شاء الله في المساء، حقيقة أكدت وتؤكد كل المداخلات والنقاشات والمضامين بشكل عام تدفع كلها باتجاه واحد، أنه آن الأوان لأن نوقف الاحتلال، لأن نوقف الغزو، لأن نوقف الاستعمار. لم يعد مقبولا في الألفية الثالثة في القرن 21، ليس مقبولا أن نعيش هذه الظاهرة وأن يبقى لهذه الظاهرة الاستمرارية معنا، هذا أمر غير مقبول. نعم. طيب الأستاذ أسلام ابقى معي، ونتحول إلى الأستاذ أحمد نفعي.
الصحي ودائما بخصوص هذا المنتدى، إلى أي مدى يعكس أو تعكس مشاركة النقابات العمالية الدولية الاهتمام الدولي بالقضية الصحراوية ودعم تطبيق الشرعية الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب الصحراوي؟ نعم، أهلا وسهلا وبالسادة مشاهدي قناة الجزائر الدولية. هو تجل وفقط لحالة التضامن الذي تحظى به القضية الصحراوية إذا ما قمنا بتفكيك تحليلي للمنظمات والنقابات المشاركة في هذا المنتدى، ليس فقط من خلال تنوعها كهيئات سياسية ذات طبعا عمل ونشاط سياسي في بلدانها، اجتماعي واقتصادي تربوي إعلامي. إذا تتنوع هذه النقابات بتعدد ساحات فعلها ومساحات تأثيرها بهذه البلدان، هذه من الناحية الأولى. الناحية الثانية هو أن النقابات ليست في معزل البتة عن ما يشهده الكفاح الصحراوي من الدعم السياسي الدبلوماسي الحقوقي الإنساني، أيضا على مستوى النقابات العمالية هي الأخرى، يعني تصل ما يمكن أن لا تصله القنوات الرسمية للبلدان التي ربما لا تعترف بالدولة الصحراوية، ولكن هنالك النضال الصحراوي قد وصل بالفعل، وبالتالي منتديات من هذا المستوى قد تشكل أرضية لدعم ذلك المواقف، تلك المواقف. نلاحظ مثلا أن هنالك دول ربما معروفة بتماديها مع الاحتلال المغربي، وهنا الحديث عن فرنسا وعن السنغال وعن بعض الأطراف الأخرى، ممثلة بأكبر النقابات في البلاد، ما يعني أن الشعوب في هذه الدول تناصر القضية الصحراوية وبأنها من فكت تطالب حكوماتها بأن ضرورة تكفر عن وزر الاقتراف الذي تنحاه حكوماتها، فضلا على أنه مقاومة النضال الصحراوي عماليا بالأراضي المحتلة الذي يواجهون سياسات التهميش والإقصاء ومحاولة تغيير المعادلة الديمغرافية للأراضي المحتلة عبر تشجيع الاستقلال المغربي وتهجير الكفاءات الصحراوية، فضلا على أن النضال الصحراوي عماليا في مخيمات لاجئين الصحراويين وفي الأراضي المحررة أخذ جانبا تطوعيا انطلاقا من الأهداف النضالية للقضية الصحراوية، ولكن أيضا تقديم الخدمة في التربية في الصحة على مستوى الخدمات على اختلافها في المياه في كل القطاعات، فضلا على أنه حتى وضع العامل الصحراوي المهجر في الشتات شكل فرصة جديدة للحياة بالنسبة للاجئين والمضطهدين والمشردين. وبالتالي منتدى من هذا المستوى تلقى أيضا عشرات الرسائل والبيانات والكلمات المرئية عبر تقنية التحاضر عن بعد من خلال تفيف كبير على مختلف قارات العالم التي لم تستطع المشاركة والبلدان التي لم تستطع أن تكون ممثلة بشكل فيزيائي حضوريا، لكنها عبرت عن هذا التضامن. هذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا، أن خارطة النقابات على مستوى العالم وصلها بالفعل صوت الشعب الصحراوي مثلما وصلها على كافة الساحات الأخرى. نعم، وعلى سيرة ذكر وصول نداء أو كلمة الشعب الصحراوي وتوحيد كلمته، كنت قد أشرت قبل قليل الأستاذ نفعي عن نضال الشعب الصحراوي، يعني هذا المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي يأتي في وقت يتسم بعودة الكفاح المسلح وتصاعد وتيرة النضال الوطني عبر الجبهات العسكرية الدبلوماسية القانونية وحتى السياسية. مدى دلالات ذلك أستاذ نفعي؟ ما تفضل به الأمين العام كون هذا المنتدى يأتي في هذا التوقيت بالذات ومجلس الأمن الدولي يناقش القضية الصحراوية، ما يعني أن الرسائل قوية جدا، حتى أن هنالك بعض المندوبين من الدول التي لها العضوية الآن، سواء عضوية دائمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا والعضوية غير الدائمة على غرار البلدان التي تحوز هذه العضوية، فضلا على أنه المسألة تتعلق بإنشاء تنسيقية للتضامن النقابي من أجل تشبيك العمل النقابي مستقبلا. كل هذا يقودنا إلى أنه القضية الصحراوية لم تترك ساحة إلا ونحتها لأجل المرافعة عن حق الشعب الصحراوي المشروع وفي الحرية والاستقلال، وبالتالي المواقف المتقدمة جدا. نحن نتحدث عن 48 عاما من عمر المنظمة العمالية الصحراوية، حيث احتفل العمال الصحراويون باليوم الوطني للعمال أمس في ذكرى 20 أكتوبر، والذي يصادف ذكرى طبعا نصف الحزام الناقل للفوسفات الصحراوي من قبل الحقبة الاستعمارية الإسبانية. إسقاطا لليوم، كل هذا يقف العمال الصحراويون اليوم على أنهم ليسوا لوحدهم في هذا النضال، على أنه هنالك مجهودات فعلا رافقت المنظمة العمالية الصحراوية على عراقتها على مدار 48 عاما. والأهم من هذا وذاك بأنه
مثل ما تفضلت على أن المعركة القانونية، مسألة الثروات في الطبيعة في الصحراء الغربية، المعركة الدبلوماسية، معركة حقوق الإنسان، كلها تأتي بخطوط موازية قوية جدا تصل في المحصلة إلى أن تعزز المطلب الأساس وجوهر ما يطالب به الصحراويون، باعتبار أنهم غادروا أراضيهم قبل 45 سنة، تركوا خيراتهم، منازلهم، سواحلهم وأرضهم الغنية ليعودوا إليها بكرامتهم. وعلى ذلك تناشد كل النقابات لأجل الكرامة، لأجل العدالة الاجتماعية، لأجل الحرية، وهي المطالب التي يطالب بها الصحراويون. حتى أنه هنالك في المنتدى الاجتماعي العالمي، والذي تعتبر منظمة العمال الصحراويين عضوا فيه، يشاركهم من؟ يشاركهم المغاربة، الشعب المغربي الممثل في نقاباته، وينفت للطرف الصحراوي، بل ويوقع على البيانات التي تلزم المنتديات الدولية لهذه الهيئات، باعتبار أنها تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتطالب بنضال المرأة الصحراوية، وتطالب بإنصاف معاناة الشعب الصحراوي. وفعلا التقى الصحراويون بنظرائهم في المغرب كما التقوا بنظرائهم في تونس وفي موريتانيا وفي غيرها من المحافل الدولية، ما يعني أنه الاعتراف الذي يجسد اليوم على المستوى النقابي فقط ينتظر تجسيد على المستوى الرسمي بعضوية الجمهورية الصحراوية بالأمم المتحدة. وعلى ذلك طبعا ينادي الصحراوي، وإن كانت الغاية ليست العضوية في حد ذاتها، وإنما في كآلية حتمية، باعتبار أن الدولة الصحراوية هي الحقيقة القائمة، والنضال العمالي هو يجسد ذلك، والعمال الصحراوي اليوم مثل ما تفضلت وتفضل الأمين العام قبل قليل. طيب الأستاذ نفع. نعم طيب الأستاذ نفع، نتحول مباشرة إلى الأستاذ سلامة البشير. كان قد أشار الأستاذ نفع الآن إلى ربما جملة المطالب المرفوعة للشعب الصحراوي، وفي ظل هذا الملتقى الذي تزامن والذكرى 48 لليوم الوطني للعمال والتنديد بالنهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي وحتى حرمانه من العمل في أراضيه، في رأيك الأستاذ سلامة، هل تلقى هذه التنديدات استجابة؟ شكرا جزيلا. كما تفضلت وتفضل الأخ نفعي قبل قليل، في الواقع أنه سمعت الحديث تناولتم فيه موضوع المطالب الشعب الصحراوي. في الحقيقة الشعب الصحراوي له مطلب واحد، هو احترام حقه في تقرير المصير والاستقلال. الشعب الصحراوي قرر مصيره قبل غرابة 50 عاما، عندما أعلن جبهة البوليساريو، وأعلن بعد ذلك بأيام قليلة قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. فقط أريد أن أؤكد أن هذا المنتدى الدولي النقابي يأتي في وقت حقيقة مسارات الكفاح أو القضية الصحراوية ومقاومة الشعب الصحراوي تسير على جبهات متوازية، تسير بخطى ثابتة باتجاه النصر. وبالتالي هذا المنتدى في الحقيقة ينعقد في وقت نحن نعيش، وقت طابعه الأبرز أو ميزته الأبرز هي استئناف الكفاح المسلح يوم 13 نوفمبر 2020، مما يعني ذلك من انعكاسات ودلالات إثر الخرق المغربي السافر لوقف إطلاق النار. وبالتالي هذا المنتدى يأتي في وقت وأكد مرة أخرى أن الكفاح الوطني الصحراوي والمقاومة الصحراوية تشهد يعني نقلة نوعية غير مسبوقة على مختلف الجبهات. بالتأكيد تتابعون المكاسب المحصلة في الجبهة الدبلوماسية من قرار محكمة العدل الأفريقية الأخير، وقبل ذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية، القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الذي يناقش القضية هذه الأيام، وغيرها من المكاسب، وحتى الاعترافات الكثيرة الأخيرة وإعادة الاعترافات في أمريكا الجنوبية وغيرها. ولكن أيضا بالتأكيد لا يغيب عنكم هذا الحراك المتميز الذي تقوده رئاسة الجمهورية الصحراوية، ليس فقط في القمم الأخيرة وفي جنوب أفريقيا قبل أيام، تشاهدون أيضا حجم الاستقبال والإشادة، هذا الاستقبال التاريخي الذي خاصت به جنوب أفريقيا، وما بال يعني وتعلمون ما هي جنوب أفريقيا، بلاد نيلسون مانديلا والمقاومة والتضحية وبالتالي هذا الاستقبال أيضا. إذا حقيقة هذا الوقت حجم الانتصارات، حجم المكاسب المحصلة في ظل كل هذا ينعقد هذا المنتدى اللي هو قلت إضافة أخرى للمقاومة الصحراوية، إضافة أخرى للكفاح الصحراوي. وبالتالي كما قال أخي نفع قبل قليل بأنه حجم يعني النتائج المتوخاة أو الرسائل المتوخاة والتي ستخرج من هذا أو سيثمرها هذا المنتدى، بالتأكيد يجب أن تكون في حجم تطلعات الشعب الصحراوي وتطلعات وآمال العمال الصحراويين. وفي مقدمتها هو تأسيس أو إنشاء آلية دولية لعمالية نقابية لدعم كفاح الشعب الصحراوي، لأن هون لابد لي أن أذكر بالخروقات السافرة وبحجم
التحديات والتجاوزات الغير قانونية والغير أخلاقية في حق العمال الصحراويين في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، ولكن في حق الشعب الصحراوي قاطبة. إذن بهذه المناسبة أريد أن أحيي حقيقة بمناسبة الذكرى 48 لليوم الوطني للعمال الصحراويين، ولكن أيضا بمناسبة انعقاد هذا المنتدى الدولي النقابي الأول من نوعه ربما في منطقة شمال أفريقيا وحتى في أفريقيا لدعم الشعب الصحراوي، بهذه المناسبة أريد أن أبعث بتحية تقدير وتبجيل وأحيي كل العمال والعاملات الصحراويين في كل البقاع في الأرض المحتلة وجنوب المغرب في مخيمات العزة والكرامة وفي الشتات وفي النهجر، وأدعوهم صادقا مخلصا إلى تصعيد المقاومة وتصعيد الكفاح وتصعيد النضال، لأنه حقيقة لا بديل ولا حل ولا نهاية لهذا النزاع ولا نهاية لهذه القضية إلا باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله. فقط جزئية مهمة هامة جدا، أريد أن أشير أن المشاركة الدولية رغم تنوعها السياسي وتنوعها العقائدي وتنوعها الجغرافي وانتشارها، لكن أريد أن أحيي بصفة خاصة المشاركة الجزائرية التي كانت بارزة في هذا المنتدى. كانت النقابات الجزائرية من قطاعية وغير قطاعية، نقابات وطنية وشهوية، كانت حاضرة بامتياز في هذا المنتدى. كان الحضور الجزائري كما عودتنا الجزائر قرابة 50 عام الآن، كان الحضور الجزائري متميزا في هذا الحدث، وكانت المداخلات الجزائرية أيضا تصب حقيقة من أجل يعني الوصول إلى نتائج حقيقية ملموسة تدعم كفاح الشعب الصحراوي، تقرب انتصار العمال والعاملات في الساقية الحمراء ووادي الذهب. شكرا جزيلا. نعم، إذا نتوجه الآن إلى الأستاذ سلامة أو الأستاذ نفعي عفوا، يعني في ظل استمرار الكفاح واستمرار النضال ومع استمرار كل هذا الدعم الدولي للقضية الصحراوية التي عرفت زخما كبيرا أثناء اجتماعات الجمعية العامة وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الأمن، كيف يمكن استثمار هذا الزخم من أجل تقرير مصير القضية الصحراوية والشعب الصحراوي؟ نحن نعلم يقينا بأن أي تسوية للقضية الصحراوية تنطلق من أمرين اثنين، أولا المعطى الميداني والذي يفرضه الشعب الصحراوي على مدار كل هذه السنوات، وصموده أثبت على كافة الواجهات وعلى كافة الجبهات بأنه قادر بالفعل على خوض قمار كفاح لأجل أن يحقق أهدافه. المعطى الثاني هو إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الكفاح إلى أبعد نقطة ممكنة عبر العالم تحسيسا ومتابعة، ولكن أيضا ضغطا على مستوى الدوائر التي تدير القرار، أو دعنا نقول مراكز صنع القرار خاصة بثقلها، وهنا الحديث عن القوى السياسية الكبرى في العالم والتي وصلها الصحراويون بالفعل. المنتدى وفقط هو تجل لحالة كبرى من المواقف التي عبرت عنها البلدان، يكفي أن نقول بأنه ذلك مجسد من خلال سيادة الدولة الصحراوية عبر الاعتراف الرسمي في عشرات البلدان عبر العالم، ولا يوجد مكان في العالم إلا ووصله العلم الصحراوي، ولا يوجد مكان في هذه الدنيا إلا ووصله صوت المقاومة الصحراوية، ما يؤكد بأنه من أستراليا إلى من أوقيانوسيا إلى غاية أمريكا الشمالية ومنطقة الكونكاكاف تابعنا سلسلة من المواقف القوية جدا المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي التي لا يمكن أن تموت لا بالتقادم ولا بالتجاهل ولا بالتناسي ولا بطول السنين. عندما نتحدث عن القرار جسد في الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار، ولا حتى على مستوى المداولات التي تجري الآن في مجلس الأمن الدولي باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حاملة للقلم في ملف الصحراء الغربية طبعا تقديمها لمسودة على ضوء إحاطة لستيفن ديمستورا الذي أنهى لتوه جولة ثانية في المنطقة، أو حتى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي تحدث علانية وبشكل صريح بأن الأعمال القتالية التي لطالما تلكأ الطرف المغربي في الإقرار بها، وبأن بعثة من أرسو بالفعل اشتكت من الأعمال القتالية اليومية التي تقع الآن في المنطقة بفعل الخرق المغربي لوقف إطلاق النار، حيث رد الصحراويون بشجاعة كما كل مرة على كل تجاوز وبالتالي الأعمال القتالية متواصلة. وهنا أربط ما ذهب إليه طبعا مسؤول أمان التنظيم السياسي في جبهة البوليساريو خلال الكلمة الرسمية في اليوم الوطني للعمال الصحراويين، وحتى كلمة الوزير الأول في الحكومة الصحراوية خلال إشرافه على افتتاح المنتدى الدولي، بأن المقاومة الصحراوية متواصلة على كافة الجبهات وعلى كافة الوسائل، والرسائل كانت واضحة جدا للمجتمع الدولي بأنه آن الأوان
لإنصاف الشعب الصحراوي، أن الأوان لإعطاء الصحراويين حقوقهم المشروعة عبر تمكينهم من كافة هذه الحقوق وهذه المطالبات. وبالتالي لا يمكن الوصول إلى أي تسوية عادلة ونهائية في ملف الصحراء الغربية دون المرور بخيارات الشعب الصحراوي، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإفريقية. وبما أن الحديث عن النقابات، فإنه الآن أنهت المشاركة الصحراوية ومنظمة العمال الصحراويين أنهوا مشاركتهم في قمة المنظمة النقابية للوحدة الإفريقية التي جرت أشغالها بمصر. وهذه القمة بالذات أبرقت رسالة مرئية عبر رئيسها عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، تؤكد على دعم المنظمة القارية للشعب الصحراوي في وقت تقاطرت فيه الوفود الليلة الماضية من جنوب أفريقيا، من بوتسوانا ومن البلدان التي لم تتمكن من المشاركة في اليوم الأول، ما يؤكد أن كل هؤلاء يفضلون يعيشوا معاناة الشعب الصحراوي لمدة ساعات، لكنهم يدركون يقينا بأن المهمة التي نذروا أنفسهم لها وصلتهم يوما ما عندما كان الصحراويون يرافعون عن قضيتهم بعدالة. نعم الأستاذ نفع، إذا نتوجه إلى الأستاذ سلامة، نعرج على ما تحدث عنه الأستاذ نفع الآن بخصوص الانتهاكات ضد الشعب الصحراء الغربية عفوا، ومع تأخر تجسيد الحلول الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة، فإن العديد من المدن الأوروبية شهدت وثبة شعبية للجالية الصحراوية من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة مختلفة. كيف وجدتم تفاعل مختلف المنظمات والهيئات واللجان الدولية مع القضية الصحراوية؟ شكرا. في الحقيقة حجم التعاطف الدولي والتضامن الدولي مع القضية الصحراوية هو في تزايد وفي تناي مستمر. نعم. وكما أوردتم ليس فقط يعني مظاهرات وحراك يعني الجماهير ويعني الجالية الصحراوية في أوروبا أمام مقرات المتحدة وأمام مجلس حقوق الإنسان وغيره إلا دليل وجزء من هذه الحركة التضامن الدولية ليبحق في تنامي، وبالتالي هذا المنتدى في حد ذاته وهذا الحشد الهائل للعمال والعاملات في مخيمات العز والكرامة هذه الأيام هو في حد ذاته جزء من هذا الحراك والتضامن ومن هذه الحركة التضامن الدولية. إذن حقيقة العالم يتسع كل يوم. القضية الصحراوية كما ورد أخي قبل قليل نفعي بأنه حقيقة ليست هناك نقطة في هذا العالم وليس هناك بقعة جغرافية في هذا العالم مهما كانت مهما كان بعدها، مهما كانت تعقيداتها، مهما كانت أحوالها المناخية، إلا وصلها صوت الشعب الصحراوي. وبالتالي انتهاكات يعني انتهاكات مستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعلى امتداد 50 عاما النظام المخزن في المغرب يجيد فنا واحدا يتقن أمرا واحدا ويبدع في أمر واحد هو انتهاك حقوق الإنسان، هو التفنن في إهانة الإنسان، هو التفنن في اختراق حقوق الإنسان، هو التفنن في عدم إلى أي عناية لإنسانية الإنسان. وبالتالي الشعب الصحراوي وليس الشعب الصحراوي وحده فقط بل حتى أبناء المغرب عانون كثيرا من ظلم وبطش هذا النظام الجهنمي. ولكن الغريب أنه هذه الأفعال وهذه التجاوزات وهذه الخروقات وهذا الإمعان في خرق القانون الدولي اللي معانا في انتهاك حق الشعب الصحراوي، تطويل الصراع ويعني وعدم البحث عن حلول علاقة تصون وتوقف علاقة دماء، كل هذا يعني التمادي في هذا الأمر وفي الحقيقة يعزز من جهة أخرى يعزز التضامن مع الشعب الصحراوي، يعزز ويوسع حركة التضامن مع الشعب الصحراوي وحتى وأيضا يعزز حتى في الصمود ويعزز المقاومة ويمتن المقاومة ويصلب عود المقاومة في نفس كل صحراوي وصحراوية. وبهذه المحطة وبهذه المناسبة وبهذا اللقاء الطيب الذي أشكركم عليه لا بد لي من أن أستغل هذه الفرصة لأوجه رسالة إلى نقابة المغرب، إلى عمالي وعاملة المغرب، آن الأوان لأن تستفيقوا، آن الأوان لأن ترفعوا الظلمة ليس عن عمال الصحراء الغربية ولكن حتى عن عمال أبناء المغرب. المغرب هذه الأيام العمال في المغرب هذه الأيام من أساتذة وعمال من فلاحين في كل قطاعات الخدمات داخل المغرب يأخذون حراكا قويا. إذا نحن نتضامن مع هؤلاء ولكن ندعو النقابة المغربية يدعوهم إلى وقف هذه إلى توقيف
او المساهمه الى جانب المجتمع الدولي في ايقاف بطش هذا النظام الذي في حقيقه لم يدفع ثمن تجاوزاتي وثمن اعتداءاتي، لم يدفعها الشعب الصفر وحده بل حتى دول الجوار، ولكن ايضا الضحيه الاولى هو الشعب المغربي. اذا نحن ندعو النقابات المغربيه الى الاستفاده، ندعو النقابات المغربيه الى البحث عن حوار، ندعوهم الى حوار جاد بيننا وبينهم لكي نوجد على الاقل حلا يحترم حق الشعب الصحراوي. ليس بالامكان، انا اقول لهم بصراحه انه لا بديل ولا حل ولا نهايه لهذا النزاع الا ان نعيش جنبا الى جنب، ولكن في بلدين هما الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه والمملكه المغربيه. طيب الاستاذ سلامه، حل اخر غير وارد.